كم و... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أخواني أخواتي. وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أقول بالله التوفيق، السحر الوراثي أو المس الوراثي هل حقيقة أم خيال؟ أقول وبقدرة الله السميع العليم، هذا السحر الوراثي أو المس الوراثي بإذن الله تبارك وتعالى هو موجود بإذن الله، وخصوصا الناس الذين يتوارثون هذا المرض. لذلك تجد أن الناس الذين يمرضون بهذا السحر الوراثي فهو موجود، تجد العائلة كلها مسحورة. يعني ومن الذي يسحرهم؟ تجد العائلة التي تسحرهم هي نفس العائلة تقريبا، تجد عندهم عمة تسحر الكل من الأب إلى الأم إلى الأولاد، كل يسحر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجدهم يسحرونهم سحر التمريض، سحر القاتل، سحر الجنون إلى غير ذلك. فإذا هذا الأب سحر مثلا منذ 17 سنة، وفي قديما لم تكن الرقية مشهورة إلى هذا الحد، وسحر هذا الأب عنده 20 سنة وسحر ولم يتعالج، وإنما يقرأ ويجتهد بعد الصلاة وبعد العبادة، وهذا الشيطان يعني تهدأ فيه ولكن لم تخرج وبقيها في هذا المس، وتزوج وأصبح عنده 30 سنة وخرج أولاد من صلبه، أو كذلك الزوجة عندما تكون مريضة، فإن لهذا السحر تأثير في دمائه وفي أعصابه، خصوصا إذا كانت فيه حتى العين القوية والحزن القوي عند الزوجة، لأن ده مثلا الزوجة مثلا زوجة فلان مثلا تمرض بشيطان الحسد وفيها شيطان الحسد، وبعد ذلك تكون يعني حاملة بجنين ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس يلاحظون هذا الجنين وهذا البطن الكبيرة إلى غير ذلك ويضربونها بالعين، يعني يؤذونها بالعين من أجل هذا البطن، يقولون بطنها كبيرة جدا، بطنها كذا يعني. وعندما يضربون هذا الولد بالعين هو في بطن أمه ربما يخرج معاقا، والناس لا يعرفون هذه الأمور، يخرج معاقا، فإذا خرج معاقا في ذهنه ولا حول ولا قوة إلا بالله يخرج سليما في جسمه، ولكن يخرج يعني عنده توحد، يخرج عنده يعني لا ذاكرة عنده، لا كلام عنده، ربما يخرج أصما أو أبكما، أو يخرج يده معوجة إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فقليل قليل من الناس من يفهم هذا الأمر. فإن للعين القوية والحسد القوي إذا ضربت البطن، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القبر، فما بالك بالعين التي تضرب الجنين وهو مسكين، يعني لا تحصين له ولا حصانة، وتضربه العين في بطن أمه، وحتى هذه الأم ربما هي لا تصلي، أو فإذا صلت ربما لا تحصن نفسها بأذكار الصباح والمساء، فإذا ضربت هذا الجنين العين في بطن أمه فإنه يخرج مشلولا أو مريضا أو معاقا إلى غير ذلك، أو على الأقل معاق ذهنيا، تجده يعني كأنه مريض يعني عقليا، ولا يعني شخصيته عندما يكبر شيئا فشيئا ويتطور الأمر ويصبح من المجانين ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك فإن على النساء أن يحرصن على أنفسهن بالأذكار والتحصين، وأن يحافظن على الصلوات، وأن يقرأن آية الكرسي ولو بعد كل صلاة، فإن هذا يحصنهم من العين والحسد ومن الشياطين، لأن النساء تحسد النساء أكثر، الحسد في النساء، الحسد في النساء، الحسد لماذا؟ لأن النساء يلاحظن جمال بعضهن، يلاحظن النعمة على بعضهن، دائما الملاحظة تكون في النساء أكثر من الرجال، حتى الرجال يحسدون، وحتى الرجال فيهم حسد وحقد وكراهية، ولكن أغلب الرجال يشتغلون بأعمالهم هنا وهناك، وقليل وقليل من يلاحظ، إنما أن نقول 30% أو 40% من يكون في حسد وعين، ولكن إذا رجعنا إلى العين والحسد النساء فإنك تجد النساء 8% أو 90 يحسدون بعضهم بعضا، هذه فلانة تحسد فلانة على جمالها، على بيتها، على أتاتها، على كذا، لأنها تلاحظ، ولو ذكرت الله عز وجل على هذا الأتات أو على هذا المسائل كلها وعلى هذا البطن أو على هذا الجنين إلى غير ذلك ما تأذى بعين ولا بحسد. ونقول كما قلت في السحر كذلك، إذا سحر الإنسان وبقي في هذا السحر 30 سنة أو 20 سنة فإنه يؤثر على الجنين ويؤثر على الولد، ويخرج الولد يعني، لأن الشيطان مثلا إذا كانت شيطانة سكنت هذا السيدة شيطانة ملكة أو شيطانة سكنت هذا الجسد منذ 20 سنة و30، فإنها ستسلط على هذا الولد من يسكنه من أولادها أو من جنودها إذا كانت ملكة أو غير ذلك من يمرضه. لذلك أن غرضهم في هذا السيدة أن تمرض هي وأولادها ولا تعيش بكرامة، حتى هذا الولد الذي يولد عندها لن تفرح به. وهذا الأمر وإذا تعالج الولد وكبر وتعالج تجده يمرض منذ صغاره، وإذا قاموا برقيته ولو كبر في السن تجد أن له مشكلة،
كما وقع لي مع بعض الحالات، كنت أرقي الولد وبعدين بإذن الله تبارك وتعالى كنت أرقي الولد وقمت ب يعني بوضع يعني سبحان الله، وكنت وضعت يعني عصيا صغيرا وله رأس يعني مثل الدبوس، وضعته في أسفل قدم الولد وهو عنده 20 سنة تقريبا، وصرخت الأم. ماذا يعني هذا؟ أنني وضعت في أسفل قدم الولد وصرخت الأم، هذا يعني أن والولد قلت له كيف شعرت عندما ضغطت عليك بهذا هذا العود؟ قال لي شعرت كأن شيئا خرج مني وذهب إلى الأم، هذا ما أوحى إليه نفسه وهذا ما شعر به، قال شعرت بأن بردا خرج من الأم، خرج مني وذهب إلى الأم، هذا ما قاله المصاب. يعني إخواني أخواتي، وهذه الحالة تكون كذلك حتى في الناس الزهريين، إذا كان الأم زهرية وكان الولد زهري فإن الحالة تكون متشابهة. كما قلت السحر الوراثي، وهنا سننتقل إلى المس الوراثي. المس الوراثي وهو الإنسان الزهري، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الزهري سنحكي له خاصة وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى الزهري سنقوم بإذن الله تبارك وتعالى بإنشاء حلقة خاصة بإذن الله تبارك وتعالى تتمحور في الزهري وخصوصيته، ولماذا هذا الزهري يصاب دائما ولماذا يمرض. لذلك سأقول لكم نسميه زهري أو لا نسميه زهري، إنما هو المس الوراثي الذي ينتقل من الأقارب من الأجداد، الأجداد والآباء حتى يكون في الأولاد والأحفاد. وهذا المس له عدة أسرار من الله تبارك وتعالى ابتلاء منهم، كما ابتلي الأنبياء من قبلهم، لأن كل نبي جعل الله له عدوا شياطين الجن والإنس. لذلك فإذا قدر الله عز وجل لك في حياتك أعداء من الإنس والشياطين فاعلم أن لك مكانة عند الله عز وجل، لأن هذا الحرب يمتحنك هذا الحرب وتجعلك قريبا إلى الله عز وجل، وهذه الحرب كلها من شياطين البشر وشياطين الجن، فإن هؤلاء هم كلاب النار سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن. لذلك الله عز وجل يسلط عليك هذه الكلاب، كلاب النار وهم شياطين الإنس والجن، لكي ترجع إلى طريقه وترجع إلى رشده وترجع إلى مرعى المؤمنين ومرعى الصالحين، لذلك لا تخرج منهم. وهذا بركة من الله عليك أن الله عز وجل لم ينساك أيها العبد، دائما الله عز وجل يجعل لك أسباب لترجع، ابتلاء يعني مرض إلى غير ذلك، لكي تتفكر أن لك ربا تعبده ولك رب يرحمك ولك رب تستغفره وتعبده وتشكره فيستجيب دعاك وتدعوه وتبكي عليه وتتضرع إليه، وربك غفور رحيم وربك شديد العقاب. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى فعليك أن تعلم أن هذا السحر الوراثي أو المس الوراثي علاجه كغيره من الأمراض. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى فكل من يشعر بهذا المرض سواء كان المس الوراثي أو السحر الوراثي فعليه أن يعالج نفسه كما تعالج أمه نفسها أو أبوه نفسه. أن برنامج جميل بإذن الله تبارك وتعالى، استعينوا به فهو قوي بإذن الله تبارك وتعالى لجميع الحالات. إما أن تقرأوا سورة البقرة 5 مرات في اليوم، 2 في الصباح و2 في المساء ومرة في الزوال، وإما أن تقرأوا سورة الجن 100 مرة مقسمة 20-20 أو 25-25، أو تقرأوا آية الكرسي 1000 مرة أو 500 مرة على حساب طاقتكم. إن كان الإنسان يشتغل فليقرأها 500 مرة في اليوم، إن كان الإنسان عنده وقت وهو في بيته يجلس فليقرأها 1000 مرة في اليوم مقسمة، سيكلفه من الوقت تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات مقسمة في اليوم، فإنه هذا يغنيه من أن يجول هنا وهناك، يذهب إلى الفقهاء والمشعوذين يأكلون أمواله، فهذا خير له بإذن الله. فكل يوم يفعل هذا البرنامج، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، سوف يشعر بعد كل يوم أنه أصبح يتحسن، لأن رقيتك لنفسك أعظم وأنفع وأزكى لك، لأنك بارك الله فيك إذا توكلت على البشر تسافر من بلد إلى بلد ولا تفعل الأسباب ولا تتعلق بالله عز وجل ولا تدعوه ولا تشكو إليه ولا تبكي عليه فهذا شرك، لأنك تتعلق بالبشر وتترك رب البشر الذي خلقهم.
هذا المخلوق الذي أنت تذهب إليه ربما هو لا يصلي الفجر، ربما هذا المخلوق أنت أفضل منه، ربما تجده لم يقرأ حتى صفحة من القرآن، فكيف أنت تستعين به؟ فإذا كان سيقرأه عليك أنت فقط وهو لم يقرأه أو لم يدخل في المصحف ولو مرة في اليوم، فأنت ستكون أحسن منه لو قرأت هذا البرنامج الذي وضعته لك في قناتي. ولا تنسوا الاشتراك في قناتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.